شيخ محمد عبد الله نصر، كنت عايز اعرف راي حضرتك كرجل دين في اللي يشتم الجيش المصري اثناء قيامه بعمليات عسكريه. بسم الله الرحمن الرحيم. الانتماء للوطن من يفتقده فقد افتقد يعني اصل من اصول الدين. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة رغم والسلام. الاضطهاد اللي عاناه في مكة وهو خارج من مكة بيدينا درس في الوطنية والانتماء للوطن. تعلق بأسرار الكعبة وقال: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. وحتى لما جاء فاتحا قال: من معه اليوم يوم الملحمة؟ فقال: اليوم يوم المرحمة. وقال لأهله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فما بالكم بوطنكم بدولتكم اللي انتوا عايشين فيها؟ نسمع كلمة سخيفة جدا، مش أحسن من ما نبقى زي سوريا والعراق؟ أنت بتاخدها باستخفاف. احمد ربنا، أمك، أختك، زوجتك، محدش باعها في مزاد علني في سوق الجواري أو اغتصبها زي ما حصل في الأزيديات أو حصل في المسيحي الموصل. تمام. دولتك لسه قايمة على رجليها، ما تهجرتش وبقيت لاجئ زي السوري اللي نايم في البرد اللي كنت بتشير صورته على الفيسبوك وحزين. جيش بلدك دعم واجب ديني وواجب وطني. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ده ربنا سبحانه وتعالى أمر المجتمعات إنها تعد القوة العسكرية والقوة الفكرية، ما يبقى عندنا جيشنا نصطف وراه في وقت المعركة. طب هضرب لك بلاش دي، مثل بسيط: لما أبوك يكون لسه ميت تدفنه ولا تدور على الميراث؟ انت رايح سايب دعم جيشك وقاعد تشتم في جيشك وهو بيحارب؟ انزل انت بنفسك في الشارع واحمي امك واحمي بيتك واحمي اخواتك، وبقى خليك جدع كده ونام على الجبهة يوم واثنين وثلاثة وورينا هتعمل ايه. هؤلاء قوم خانوا دينهم وباعوا اوطانهم. وبالمناسبة اسوأ إنسان في الكون هو الذي يكون أداة في يد المحتل والمستعمر لهدم بلده دون أن يشعر. مش شرط تكون أنت سيادتك عميل وجاسوس عشان تهد بلدك، أنت ممكن تكون مغيب وعمال تشتم جيشك. ده افتخر يا أخي المواطن الياباني، الصحفي الياباني، لا اليابان اللي هي أقوى من مصر 50 مرة عرفت تحرره ولا ردت بغارات جوية. أنت مواطنيك ضربوا بالليل الفجر، استيقظت على بأس وقوة من الجيش المصري وهو يسعد ملايين المصريين. هؤلاء المعترضون أصيبوا بفصام عن حب الوطن. في فرق بين إنك تكره شخص زي السيسي أو غيره، وفي فرق إنك تكره الوطن. ممكن نختلف حوالين قضية، لكن القضية الوحيدة اللي ما نختلفش عليها هي قضية الوطن وحب الأوطان من الإيمان، من الفرائض الشرعية، زيه زي الصوم، زي الصلاة، زي الحج، بل أهم. ليه؟ لأنك ممكن تأدي الشعائر في أي وطن، لكن من غير وطن مش هيبقى لك كيان، هتبقى مهجر، هتبقى غريب، هتبقى منبوذ. لاجئ. شوف اللي انت بيصعب عليك السوريين اللي هم بيلفوا في الشوارع هنا يطلبوا المساعدات الإنسانية يشحتوا، والإخوان اللي استخدموهم في رابعة بالأجرة. صعب عليك العراقيين المتهجرين هنا، صعب عليك كذا. المشهد ده بقى انت هتشوفه لو فضلت تشتم في جيشك. كلمة أخيرة يا شيخ محمد، أو سؤال أخير: اللي يشتم الجيش المصري أثناء قيامه بعمليات عسكرية خائن أم غير خائن؟ لا خائن طبعا، من يعادي جيشه في وقت الحرب هو خائن. ده كلام ما فيهوش فصال. وقت الحرب، وقت الحرب من ينشق، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 موبقات. حط بقى الشرك بالله والسحر وكذا، واخرهم قال ايه بقى؟ قال: والفرار من الزحف. اللي يخون جيشه ويشتم جيشه وقت الحرب هو كأنه فر من الزحف، وده من الكبائر. ألف شكر لحضرتك شيخ محمد نصر، شكرا جزيلا.